أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش بمدينة الأقصر حمل عدة رسائل قوية من مصر للعالم بأثره أهمها على الإطلاق أنه جاء ليؤكد قوة مصر على مختلف الأصعدة وما تتمتع به من استقرار وأمن وأمان، وأنها بتسير بخطى ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة واللي سوف تبهر العالم، خاصة أنها جمهورية تليق بحاضر مصر وحضارتها ومستقبلها ومستقبل شعبها العظيم. وأشاد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بالجهود الكبيرة اللي بذلتها كافة الأجهزة بالدولة والتعاون الوطني المخلص من الجميع حتى تخرج هذه الافتتاحية بتلك الصورة المبهرة التي جاء عليها والتي تبعها العالم بإعجاب غير عادي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف هشام إدريس، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية وإحنا بنتحدث عن احتفالية طريق الكباش، الجزء ده بالتحديد يمكن الناس مش مفرقة ما بين السياحة الثقافية والسياحة سياحة المنتجعات أو السياحة العادية. ماذا يضيف هذه أو ماذا تضيف هذه الاحتفالية إلى السياحة الثقافية وإلى مدينة الأقصر كمكون سياحي؟ طبعا الاحتفاليه دي طبعا بتدل ان في جهود مبذوله بقى لها فتره طويله جدا من كل جهات الدوله واهتمام القياده السياسيه بالاقصر، ان الاقصر اثبتت للعالم كله انها اكبر متحف مفتوح في العالم كله، وتاريخ طبعا بيدل على عراقه التاريخ المصري، لان مصر تمتلك منتج سياحي ثقافي مش موجود في العالم، مصر تتميز بيه. كان مشكلتنا هي اظهاره، ان احنا ازاي نوري للعالم ان احنا نمتلك منتج محدش يمتلكه في العالم. لما يكون في الوقت ده وبعد كورونا وكل دول العالم بتعاني وكل دول العالم بس يعني شغلها الشاغل كله دلوقتي هو موضوع كورونا، ويلاقوا في وسط ده ان دوله بتبني وبتقوم وبتقدم عرض بالعرض اللي تم بالشكل اللي ابهر العالم كله، دي تاني مره بتتم في خلال سنه. يعني عندنا نقل المومياوات في المتحف المصري للمتحف الحضارات، وطبعا طريق الكباش طبعا دي اكبر العالم كله بتقول ان مصر تاخد سنة في الفترة اللي جاية ما خدتهاش قبل كده في حياتها، أو السياحة هتشوف انتعاشها، خاصة السياحة الثقافية هتشوف انتعاشها كبيرة جدا. الحمد لله العالم كله دلوقتي تقريبا معظمه ستي هوم في البيت، فكله اتفرج على الاحتفالية، وطبعا الترتيب والتنسيق وكل جهات الدولة من وزارة طبعا وزارة السياحة والثقافة على رأس الوزارات اللي قامت بمجهود كبير، وكل الوزارات شاركت طبعا، وزارة مصر لما حضرتك تشوف الأقصر وتشوف ازاي الاقصر اتغيرت وتحولت بقت كانها بلد تانية، لما تشوف الكورنيش اتعمل ازاي لما تشوف النيل نفسه اتنضف ازاي، لما تشوف البالون، لما تشوف الحاجات اللي اتعملت والاجانب اللي موجودين هناك، حجم التوضيب او اللي شافوه في الاقصر في خلال الاحتفاليه وبعد الاحتفاليه، وصراحه حاجه تشرف العالم كله. صحيح. استاذ هشام، يمكن هذه الاحتفالية ألقت الضوء من جديد على مدينة عظيمة، مدينة طيبة القديمة أو الأقصر اللي يمكن فعلا فيها أغلب أثار العالم، وفكرة أنها تصبح متحف مفتوح أو أول متحف مفتوح، وهذا طريق الكباش اللي فتح يمكن الطريق ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وهذه الاحتفالية المبهرة اللي بصراحة أبهرت العالم فعلا كله وخلت الناس كلها عندها شوق أنها تيجي الأقصر تزورها ولو مرة واحدة بس في حياتها. إمتى ممكن نستشعر مردود هذه الاحتفالية، خصوصا زي ما ذكرت أنه في خلال سنة واحدة شفنا يمكن موكب المومياوات اللي أبهر برضو العالم، وشفنا ردود الأفعال على السوشيال ميديا في لحظتها، وناس كانت بتحجز أنها تيجي مصر يمكن وقت ما كانت الكورونا قافلة كل الحاجات وما كانش في أي سياحة بتتحرك في العالم، لكن شفنا حصل حراك سياحي بسبب هذه الاحتفالية. كلمنا أكتر عن مردود أيضا احتفالية الأقصر وطريق الكباش، وهل بدأنا نستشعر أي رد فعل لهذه الاحتفالية؟ والله طبعا حضرتك لما في المعارض الدولية الكبيرة زي معرض لندن اللي فاتوا في عندنا المعارض اللي جاية، هي دي بيكون معنا منتج سياحي موجود زي الاحتفالية دي عشان نقدر نظهرها للعالم كله. انا شايف ان مردود كبير بالذات الفتره اللي احنا فيها دي، لو حضرتك بصيتي معظم فنادق القاهره وشرم الشيخ هتلاقي بقت بقى لنا حوالي 3 او 4 شهور من 90% الفنادق، ده معناها ان الاحتفاليه اللي تمت بتاعت نقل المومياوات كان ليها مردود كبير جدا في الفتره اللي احنا فيها دي على السياحه الثقافيه، وايضا هيكون مردود اكبر في الاحتفاليه
الاقصر، وخاصه ان الاقصر من حوالي في الشهر اللي فات ده تم اختيار الاقصر هي مدينه طبيه للصعيد، يعني تم برضو التنسيق بين وزاره السياحه ووزاره الصحه انها تبقى اكبر منطقه تجمع للعلاج للسياحه العلاجيه. صحيح. طيب انت ربطت السياحه العلاجيه بالسياحه الثقافيه. ايوه. طبعا كل ده هيدي لما تم اختيار الاقصر عاصمه الصعيد، يعني عاصمه يعني الاقصر كل الامكانيات اللي كانت موجوده فيها كانت محتاجه القاء الضوء عليها. اهتمام القياده السياسيه اهتمام غير طبيعي بالاقصر وبصعيد مصر هيبقى ليه مردود في الفتره اللي جايه دي عالي جدا، وخاصه ان السياحه الثقافيه نتمنى ذلك فعلا استاذ هشام. بشكرك جدا. السياحه الثقافيه غالي يعني حقيقي. عالي حقيقي حقيقي. اشكرك جدا، وبلدنا الحقيقه تستحق هذا، يعني هذا الابهار وهذا انبهار العالم بها ايضا. بشكرك جدا، كنت معنا عبر الهاتف استاذ هشام ادريس عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه، شكرا جزيلا لك.